أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أحب خلقه إليه محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى يوم الدين. نعزي المسلمين كافة ونؤبنهم باستشهاد عميد الدين الإسلامي ورئيس المذهب الجعفري الإمام الناطق سيدنا مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن الصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين. بمناسبة هذا الاستشهاد لهذا المولى العظيم الذي ولد في 17 ربيع الأول سنة 80 من الهجرة، واستشهد سما على يد المنصور العباسي في 25 شوال سنة 148 هجرية، فاستشهاده مما يؤلم القلب ومما يحزن المؤمنين والمسلمين، فنعزيهم بهذا المصاب الجلل، ويروقنا أن نقدم شيئا من حياة هذا الإمام البطل الفذ رئيس المدرسة الجعفرية وعميد الدين الإسلامي الشريف الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الذي خدم الدين ما يظرف على 70 سنة، شيخ الأئمة الطاهرين الإمام جعفر بن محمد، وهو صاحب المذهب الحق الذي يتميز بأنه هو المنصوص على صحته وجواز اتباعه دون المذاهب الأخرى. وإن احترمنا تلك المذاهب إلا أن المذهب الحق الذي هو منصوص من الرسول الأعظم هو مذهب أهل البيت، مذهب جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، كما تلاحظونه في الحديث المتواتر بين الفريقين فيما نص رسول الله على إمامته وخلافته الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام، مضافا إلى حديث الثقلين الذي أمر باتباع أهل بيته، وأن الهدى في أهل بيته ومنهم جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، ومضافا إلى إطاعة أولي الأمر الذين أمرنا بإطاعتهم ومنهم الولي جعفر بن محمد عليه السلام. الروايات التي نصت وسمت تسمية صريحة باسم الإمام الذي هو المقتدى وصاحب المذهب الحق، في قول رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الأئمة من بعد 12 أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم المهدي عليه السلام، وهم كلهم من قريش في تعبير، أو كلهم من بني هاشم في تعبير، أو الخلفاء من بعد 12 في تعبير آخر، أو التنصيص على أسمائهم الشريف: أولهم علي، ثم ولده الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد. نص الرسول على اسمه وخصوصيته واسم أبيه إلى الإمام المهدي عليه السلام، وروى هذا الحديث في تنصيص الرسول على الأئمة الاثنى عشر علماء الفريقين في أحاديثهم المتفقة بينهم. من جملة ذلك ورد هذا الحديث في صحيح البخاري المجلد التاسع صفحة 86، وفي صحيح مسلم المجلد السادس صفحة 4، وفي المعجم الكبير للطبراني صفحة 107، وفي فتح الباري ابن حجر المجلد الثالث عشر صفحة 79، وفي جامع الأصول ابن الأثير المجلد الرابع صفحة 440، وفي سنن أبي داود السجستاني المجلد الرابع صفحة 150، وفي البداية والنهاية لابن كثير المجلد السادس صفحة 248، وفي ينابيع المواد القندوزي المجلد الثالث صفحة 292. ونص القندوزي في كلام لطيف بأن الأئمة الاثنى عشر مضافا إلى تسميتهم وصراحة أسمائهم وشخصياتهم لم يكن 12 إماما إلا في آل محمد صلى الله عليهم، وإلا لم يبلغ الصحابة بعد النبي 12، ولم ينطبق هذا التعبير على بني أمية لأنهم أكثر من 12 مع ظلمهم لأهل بيت، ولم ينطبق أيضا على بني العباس لأكثريتهم من 12 وعدم مودتهم لأهل بيت. هذا ما ينص عليه القندوزي في ينابيع المودة. فالمذهب الحق
هو ماذا هو من نص عليه الرسول وأمر به صاحب الشريعة الغراء محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وآله. وأما المذاهب الأخرى مع احترامنا لها فلم يكن له هنالك نص على اللزوم أو جواز متابعتها، بل هي أمور مستحدثة أحدثت بعد زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بأكثر من قرن من الزمان. فتفكير وجيز في هذا المجال يدلنا على أنه كيف يجوز لنا أن نتعبد بغير مذهب جعفر بن محمد، كيف يجوز لنا أن نتعبد بالمذاهب الأخرى غير المذهب الجعفري، في حين أنها أحدثت بعد قرن أو أكثر من قرن. وهناك سؤال يطرح نفسه، قبل هذا القرن بعد رسول الله أي دين وأي مذهب عاش المسلمون قبل هذه المذاهب الأربعة؟ هل يمكن أن يحكم عليهم بالضلال؟ عاش قبل المذاهب الأربعة مثل الثوري صاحب المذهب والأوزاعي وابن أبي ليلى، وعاش خيرة الأصحاب قبل المذاهب الأربعة، هل يمكن أن نحكم بضلالتهم؟ هل يمكن أن نحكم بأنهم كانوا على غير حق بعدم اتباعهم المذاهب الأربعة؟ فالمذاهب الأربعة مع احترامنا لها لم يكن هنالك لديها نص على جواز المتابعة من صاحب الدين الشريف. وأما مذهب الإمام الصادق عليه السلام فهو نفس مذهب أهل البيت، نفس مذهب علي بن أبي طالب الذي نص عليه الرسول، فهو الذي يجوز متابعته، مضافا إلى النص على الأئمة الاثنى عشر وأنهم هم الهداة وأنهم هم الصادقون، وقد قال الله تعالى وكونوا مع الصادقين. وأما المذاهب الأخرى فبمقارنة وجيزة بينها وبين المذهب الجعفري يتبين أن المذهب الذي هو للإمام الصادق عليه السلام هو الوحيد الفريد الذي يجوز متابعته واعتناقه. وأما مذهب الحنفي فالذي رووه في فضل أبي حنيفة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يكون في أمتي رجل اسمه النعمان وكنيته أبو حنيفة وهو سراج أمتي. هذا مما رواه في فضل أبي حنيفة وجواز اتباع مذهبه. لكن رد عليه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد المجلد الثالث عشر صفحة 335 قال هو حديث موضوع باطل ليس له صحة. وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة صفحة 420 هو موضوع، يعني هذا الحديث في أبي حنيفة موضوع وفي أسناده وضاعان مأمون ابن أحمد السلمي وأحمد ابن عبد الله الجويباري. وقال القارئ في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة صفحة 455 ومن ذلك يعد الأحاديث الموضوعة، قال ومن ذلك ما وضعه الكذابون في مناقب أبي حنيفة. هذا من نفس علماء أهل السنة مع احترامنا لهم بيّنوا أن هذا الحديث موضوع في فضل أبي حنيفة. فبأي حديث أو بأي وجه من الوجوه الدينية نتبع هذا المذهب؟ وكذلك في مذهب الشافعي رووا في جواز اعتناق مذهبه على النبي صلى الله عليه وآله أنه قال عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، يعني الشافعي. لكن أورد عليه الشوكاني في الفوائد المجموعة صفحة 420 قال هو موضوع، هذا الحديث موضوع. قاله الصنعاني مضافا إلى أنه لم يصح أن نتقبل هكذا حديث لأن مذهب الشافعي لم يملأ طباق الأرض، كان فقط في مصر وبعض البلاد، لذلك لم يكن هذا الحديث صحيحا أيضا في جواز متابعة الشافعي. وكذلك مالك بن أنس روى عن النبي صلى الله عليه وآله في فضل مالك عن إسماعيل بن مزاحم المروزي أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله في المنام، لاحظ التعبير، رأيت النبي صلى الله عليه وآله في المنام فقلت يا رسول الله من نسأل بعدك؟ قال مالك بن أنس. وتعرف أنه إن صح هذا فهو منام والمنام ليس بحجة، ثم لا يكون دليلا على متابعته
أو متابعة مذهبه، الذي يكون في هذا المنام أنه نسأل من هو مورد السؤال يكون مالك بن أنس. أما متابعة مذهبه، متابعته في مذهبه كيف يجوز؟ وكذلك أحمد بن حنبل ذكروا في فضة عن أبي الفرج الهندبائي أنه قال: كنت أزور قبر أحمد بن حنبل ببغداد فتركته مدة، فرأيت في المنام قائلا يقول: لما تركت زيارة قبر إمام السنة؟ هذا ما يجوز الأخذ بمذهب أحمد بن حنبل. بالله عليكم تلاحظوا أن هذا أولا رؤية، وحتى لو كانت رؤية صادقة إنما تحث على زيارة قبر أحمد بن حنبل لا متابعة مذهبه، فكيف يصح لنا أن نقول أنه جائز المذهب أنه يتابع في مذهبه؟ فهذه المذاهب الأربعة مع احترامنا لها، تلاحظ عند المقارنة مع مذهب الإمام الصادق عليه السلام لم يكن لها دليل على جواز أو اتباع أو حجية تلك المذاهب حتى تتبع، وإنما المنجي هو مذهب الإمام الصادق عليه السلام الذي ورد فيه حديث الرسول، ورد فيه آيات الدين. أما هذه المذاهب تلاحظ ما يقوله المقريزي في خطط الكتاب الخطط المجلد الثالث صفحة 390، ذكر هذه المذاهب الأربعة ثم قال: قررت هذه المذاهب الأربعة عند الخلفاء مذاهب رسمية، ودارت عليها المناصب القضائية، ولم يول قاض ولا قبلت شهادة أحد ولا قدم للخطابة والإمامة أحد إلا أن يكون معتنقا لهذه المذاهب. إذن هذه ما حدثت عند الخلفاء في تلك الأزمنة. وكذلك يقول السيد الصادق وهو الأديب السني، يقول في فقه السنة المجلد الأول صفحة 10، يقول: بالتقليد، هذا ما ينص عليه السيد السابق، بالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنة، وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد، وصارت الشريعة هي أقوال فقهاء، وأقوال فقهاء هي الشريعة، واعتبر كل ما يخرج من أقوال فقهاء مبتدعا لا يوثق بأقواله ولا يعتد بفتاواه. هذا ما يبينه السيد السابق في كتابه. لذلك ترى أن الذي يطمئن به بل يتيقن بصحته هو المذهب الجعفري الشريف لصاحبه وعميده الإمام الصادق عليه السلام، ابن رسول الله، ابن هذا البيت، سلالة هذه الأسرة، ابن صاحب هذا الدين الشريف، جعفر بن محمد الصادق. وما أدراك ما جعفر، وما أدراك من صادق صديق، صاحب المدرسة العلمية التي دار عليها فلك العلم واستضيئت بها كواكب النور في عالم الوجود منذ زمن الإمام الصادق إلى يومنا هذا. وإذا أردت أن تعرف مبلغ علمه فانظر إلى كفة من استقى منه هذا العلم، 4000، منهم بعض أصحاب هذه المذاهب، 4000 شخص استفادوا من مدرسة الإمام الصادق عليه السلام، منهم النعمان أبو حنيفة الذي قال: لولا السرطان لهلك النعمان، فهو ممن استفاد من هذه المدرسة العلمية الشريفة، وطارت صيته وأصواته، والذين استفادوا منه حتى يقول الراوي الحسن بن علي الوشا: دخلت مسجد الكوفة فرأيت 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد. الله أكبر. فالعلم طار واستدار العلم في أقصى الدنيا، في أقاصي العالم الإسلامي، العلوم دارت إلى الكوفة، دارت إلى مصر، دارت إلى الشام، واستبين أن علم الإمام الصادق هو علم رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث أنه أجاب عن كل مسألة، بين كل علم، بين كل معرفة وكل شؤون من العلوم الشريفة. الإمام الصادق صاحب هذه المدرسة العلمية، وسيرته وأخلاقه وحلمه وعبادته وشجاعته حدث بها ولا حرج، من جميع الجهات كانت الذروة في الإمام الصادق عليه السلام في جميع جهات الفضيلة. آدابه في العشرة، الذي يستقصي سيرة أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه يرى أنه هو الشخصية الوحيدة
التي تمثل رسول الله في حسن أخلاقه وفي حسن صفاته. ضيافته صلوات الله عليه في الحديث الشريف أنه إذا بصرت المائدة حث الضيوف، الإمام الصادق حث الضيوف على الأكل ورغبهم فيها، ولربما يأتيهم بعد الشيء بعد الشبع يعتذرون ويقولون ما صنعتم شيئا، إن أشدكم حبا لنا أحسنكم أكلا عندنا. ثم يروي لهم عن النبي صلى الله عليه وآله لتطيب نفوسهم، لتطيب النفوس ويرغبون في الأكل حتى لا يكون فيهم استحياء في هذه الضيافة. ضيافته كانت على أعلى قمة من آداب الضيافة، وكذلك حلمه. تجاوزه عمن أذنب أو قصر في حقه، لا يقابله إلا بالصفح، لا يقابل الذنب إلا بالصفح صلوات الله عليه. لذلك ورد في الحديث الشريف في حسن حلمه وأخلاقه الطيبة مع الأقربين حتى مع مواليه مع خدامه ومع غلمانه. يقول الراوي: بعث الإمام الصادق عليه السلام غلاما في حاجة فأبطأ الغلام، فخرج الإمام الصادق على أثره حيث كانت حاجة ضرورية حتى يسعى فيه الغلام. خرج الإمام الصادق على أثره فوجده نائما، فجلس عند رأسه يروح له، يعني أنه كان هناك حار المزاج وكان الموصي يروح له حتى لا يصيبه ذلك الحر، حتى انتبه الغلام. فلما انتبه لم يكن معه إلا أن قال له: يا فلان، إما أن تنام الليل ويكون لك النهار، وإما أن تنام النهار ويكون لك الليل، إحدى هذين الوقتين يكون لنا والوقت الآخر يكون له. ثم سامحه وعفى عنه ولم يؤنبه على هذا التقصير منه حتى مع غلمانه. فكيف بسائر الناس؟ فكيف بسائر المؤمنين؟ فكيف بأقاربه؟ وأما عبادته، فيحدثنا مالك بن أنس صاحب المذهب المالكي يقول: كان جعفر بن محمد لا يخلو من إحدى ثلاث، إما صائما وإما قائما وإما ذاكرا. وكان من عظماء العباد وأكابر الزهاد الذين يخشون الله عز وجل. وقد حججت معه سنة، فلما استوت راحلته عند الإحرام كان كلما هم بالتلبية أن يقول لبيك انقطع الصوت في حلقه، وكاد أن يخر من راحلته من شدة خشوعه لله. ثم قال مالك بن أنس: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر الصادق علما وعبادة وورعا. هذه عبادته، عبادته التي مواد من أمور قربه وقرب كل إنسان كانت على الغاية والنهاية. وأما مواعظه، مضافا إلى علوم التي انتشرت في جميع المدارس العلمية واستفيد منها إلى اليوم في جميع المجالات، وصاياه صلوات الله عليه ومواعظه وتربيته لأصحابه، كيف يربي الأصحاب؟ يربيهم على أن يكونوا أسوة وقدوة ومثالا للأخلاق الطيبة، حتى يقال هذا أدب جعفر فيكون عزا للإمام الصادق، ولا يكون لهم أخلاق سيئة حتى يسيء ذلك الإمام الصادق عليه السلام. يربيهم على هذه الأخلاق، يعظهم بالأخلاق والمواعظ الطيبة. ومن وصاياه وصيته لعبد الله بن جندب، كان أحد أصحابي وأصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، قال: يا ابن جندب، إن للشيطان مصائد يصطاد بها فتحاموا شباكه ومصائده. يا ابن جندب، إن تجاوز الجليل، إن أحببت أن يتجاوز الجليل وتسكن أن تجاور الجليل وتسكن الفردوس في جواره، فلتهن عليك الدنيا واجعل الموت نصب عينيك. يا ابن جندب، من حرم نفسه كسبه فإنما يجمع لغيره، ومن أطاع هواه فقد أطاع عدوه، ومن يثق بالله يكفيه ما أهمه من أمر الدنيا ومن أمر آخرته، ويحفظ له ما غاب عنه. وقد عجز من لم يعد كل بلاء صبرا، ولكل نعمة شكرا، ولكل عسر يسرا. يا ابن جندب، صل من قطعك،
لاحظ التربية الصادقية، صل من قطعك وأعط من حرمك وأحسن إلى من أساء إليك وسلم على من سبك. يسبك الأخ المؤمن لا ترد عليه بالسباب، سلم عليه وسلم على من سبك وأنصف من خاصمك واعف عن من ظلمك. كما أنك تحب أن يعفى عنك فاعتبر بعفو الله. يربيهم الإمام الصادق هكذا، يا ابن جندب اعتبر بعفو الله عنك، ألا ترى أن شمسه أشرقت على الأبرار والفجار وأن قطره ينزل على الصالحين والخاطئين؟ اعتبر بعفو الله، اعفو عن الجميع. ثم قال يا ابن جندب: الإسلام عريان فلباسه الحياء وزينته الوقار ومروته العمل الصالح وعماده الورع، ولكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت. الله أكبر من هذا الحب، هذا الحب الذي يسير الإنسان نحو الصالحات ونحو الأعمال الطيبة. فالإمام الصادق عليه السلام كان على هذه المثابة من هذه الصفات الجليلة، حتى أن مناوئيه، حتى أن قاتله المنصور الدوانيقي قاتله يترحم عليه، يمدحه، يكبره أي إكبار. في كلامه الذي ينقله في صاحب المناقب في المجلد الثاني صفحة 302 يقول: قال المنصور الدوانيقي إن جعفرا كان ممن قال الله فيه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وكان ممن اصطفاه الله، يعترف بأنه صفة الله، كان ممن اصطفاه الله، وإنه من أهل بيت، من أهل بيت طاهرين مطهرين معصومين. ويقول عمرو بن المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من سرات النبيين. وفي كلام أبو حنيفة ينقله صاحب المناقب وصاحب جامع أسانيد أبي حنيفة المجلد الأول صفحة 222 يقول: قال أبو حنيفة: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد. لما أقدمه المنصور بعث إليه فقال: يا أبا حنيفة، إن الناس قد افتتنوا بجعفر بن محمد. يعني المنصور أرسل أبي حنيفة، الدوانيقي أرسل أبي حنيفة يقول له: إن الناس قد افتتنوا بجعفر بن محمد، فهيئ له من المسائل الشداد. فهيأت له 40 مسألة. ثم بعث إلي المنصور وهو بالحيرة، فأتيته فدخلت عليه وجعفر بن محمد الصادق جالس عن يمينه. فلما أبصرت به، أبو حنيفة يقول: فلما أبصرت به، يعني بالإمام الصادق، دخلتني من الهيبة لجعفر بن محمد الصادق ما لم يدخلني للمنصور. فسلمت عليه فأومى علي بالجلوس، فقال: يا أبا عبد الله، هذا أبو حنيفة. قال جعفر: نعم. ثم أتبعها حتى أتانا، ثم عرضت له المسائل فجعلت ألقي عليه فيجيبني، كلما سألت منه أجابني بالجواب التام، فيقول: أنتم تقولون هكذا، وأهل المدينة يقولون هكذا، ونحن نقول هكذا، ربما خالفنا وربما وافقنا. ثم قال أبو حنيفة: ألسنا روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس؟ أعلم الناس جعفر بن محمد، يعترف به أبو حنيفة صاحب المذهب. وفي كلام ابن أبي العوجاء يقول: ما هذا ببشر، وإن كان في الدنيا روحاني يتجسد إذا شاء ويتروح إذا شاء، فهو هذا، وأشار إلى جعفر الصادق عليه السلام. وفي كلام الحافظ أبو حاتم يقول: جعفر بن محمد ثقة لا يسأل عن مثله، لا نظير للإمام الصادق عليه السلام. وكذلك محمد بن طلحة الشافعي يقول: جعفر بن محمد من علماء أهل البيت ومن ساداتهم، ذو العلوم الجمة والعبادة المغفورة والأوراد المتصلة والزهادة البينة والتلاوة الكثيرة، يتتبع القرآن ويستخرجه من بحره وجواهره ويستنتج عجائبه. يعترف الشافعي بهذه الفضيلة. يقول أبو نعيم: جعفر بن محمد الإمام الناطق ذو الزمام السابق أبو عبد الله، أقبل على العبادة والخضوع لله تعالى. ويقول كذلك
أبو بحر الجاحظ المعروف يقول: جعفر بن محمد ملأ الدنيا علمه وفقهه، ويقال إن أبا حنيفة من تلامذته، وحسبك به في هذا الباب. وكذلك سائر العلماء الآخرون، من جملة ذلك جمال الدين أبو المحاسن يقول: جعفر الصادق هو الإمام الهاشمي العلوي الحسني المدني الصابر الفاضل الطاهر الصادق، يصفه ويسمه بهذه السمات والأوصاف الطيبة. مدحه حتى مناوئوه، اعترف بفضله حتى أعداؤه. فالإمام الصادق صلوات الله عليه وآله هو الذي يعترف بعلمه وبكماله وبجوده وبإحسانه وصفاته الطيبة، العدو والصديق. نعم، كان هكذا إمامنا الصادق عليه السلام حتى في أنفاسه الأخيرة، خدم الدين، شيد الدين، أقام الدين حتى لأنفاسه الأخيرة في لحظات استشهاده ومسموميته صلوات الله عليه. جمع أهله وعياله ثم أشار إليهم وأوصاهم بالصلاة، قال: لا تلال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. أوصاهم بأن يعتنوا غاية الاعتناء بالصلاة، وأوصى شيعته. هناك رسائل كثيرة ووصايا جمع الإمام الصادق عليه السلام لشيعته ومواليه، يوصيهم بما يلزم اتعاظهم ووصاياهم. كان هكذا الإمام الصادق عليه السلام إلى آخر لحظات استشهاده صلوات الله عليه، إلى أن قبض صلوات الله عليه. في مثل هكذا يوم قبض الإمام الصادق عليه السلام واستشهد مسموما، كفنه ولده الإمام الصادق الإمام الكاظم في ثوبين شطويين، وكان في عمامة من الأكفال التي كفن بها الإمام الصادق، كفن في عمامة كانت لعلي بن الحسين جده، العمامة التي عبد بها الله تعالى، العمامة التي صلي فيها الصلوات الشريفة، وفي برد اشتراه بأربعين دينار. وأمر عليه السلام بالسراج في بيته، أن يسرد في بيته ولا يكون خالي عن السراج. ثم حملوه إلى البقيع، بقيع الفرقد، البقيع الشريف، ودفنوه عند جده وعند أجداده الطاهرين وعمه الإمام الحسن عليه السلام، حتى أنشد فيه أبو هريرة العجلي وهو أحد الأصحاب الطيبين، قال: أقول وقد راحوا به يحملونه على كاهل من حامليه وعاتقي، أتدرون ماذا تحملون إلى الثرى؟ ثبير ثوى من رأس علياء شاهقي، غدا تحث الحاثون فوق ضريحه ترابا، وأولى كان فوق المفارق. جلسوا عنده، أبنوه وأبنوا أسرته الطيبة، وتحسروا وبكوا على استشهاده، فهي نعمة خرجت من أيدينا، نعمة طيبة إلهية خرجت من أيدينا، لكن الأسوة والسلوة بأولاده الطاهرين، الإمام الكاظم عليه السلام إلى ولده الإمام المهدي صلوات الله عليه، فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. والسلام عليكم أيها الطيبون ورحمة الله وبركاته.